السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في درس جديد. اليوم سوف نرى فعل الكينونة، هو يسمى إتخ. فعل الكينونة صراحة هذا الفعل لا يوجد في اللغة العربية. نحن نقول كمثال: أنا جميل. الفرنسيون يقولون أنا أكون جميلا، يضعون أكون ضروري ضروري. إذا أردت أن تصف نفسك أو تصف شيء أو شخص، يجب أن تضع هذا الفعل بين الصفة والضمير الشخصي. le verbe، الفعل être، في او présent، الحاضر. سوف نرى هذا الفعل في الحاضر. إنه كالفعل السابق كثير الاستخدام، لذلك يجب أن تتعلموه، هو ضروري ضروري، فعل ضروري، مثله مثل فعل الملكية avoir. هذين الفعلين يستعملان كثيرا 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 في اللغة الفرنسية، وأظن في جميع اللغات اللاتينية، لأنني أتعلم في اللغة الإسبانية والإيطالية، هم كذلك هاتين اللغتين كذلك يحتويان على هذين الفعلين، فهم أساسيان. je suis، أنا أكون. je suis، أنا أكون. هناك أيضا فعل آخر لن نراه، ولكن لا أعلم، يمكن أن تصادفوه، يعني أنا أتبع. je suis تعني أنا أتبع أو أنا أكون. سوف تعرفون الفرق في السياق. je suis، أنا أكون. tu es، أنت تكون أو أنت تكونين. il est، هو يكون. elle est، هي تكون. هذا الحرف لا ينطق، تي، حرف تي لا ينطق في الأخير، حينما يكون في الأخير لا ينطق، مثله مثل الإس. elle هي تكون. on est، نحن نكون. nous sommes، نحن نكون. لا نقول nous sommes mes، لا تنطق هكذا، الأو لا تنطق اي. سوف نرى أو، ولكن فوقها هناك خط، تلك الأو هي التي تنطق اي. هذه الأو تنطق أو أو لا تنطق، مثل هذا المثال، لا تنطق، لا، لم تنطق فيه سوم، حتى الإس لم تنطق. نو سوم، نحن نقول. فوزيت، لم نقول فوزيتس، الإس لا تنطق في الأخير، هي والتي، التي والإس والبي، هناك بعض الحروف لا ينطقون في الأخير، والدي أيضا. سوف نرى كل هذه الأشياء إن شاء الله في بعض الفيديوهات المقبلة. فوزيت، أنتم تكونون. ils sont، هم يكونون. elles sont، هن يكن. سوف أبدأ من الأول، استمعوا جيدا دون النظر إلى الترجمة لكي نرى هل يمكنكم معرفة المعنى بدون النظر إلى الترجمة. Je suis، tu es، il est، elle est، on est، nous sommes، vous êtes، ils sont، elles sont. فقط ملاحظة، هنا ملاحظة، ال وإيل هنا تكون بالكسرة، إي إيل، هنا إي إل، إيل إل، لا ينطقان بنفس الطريقة، هناك اختلاف في النطق، لأن كذلك بعض المغاربة ينطقون إيل، وهذه أيضا ينطقوها إيل. هنا لا يمكننا أن سوف نظن أنك حينما تقول إيلي، سوف نظن أنك تتحدث عن رجل،
كأنك تقول إلي، هو يكون فعليا إنك تقول إلي، إنك تقول هذه ليست هذه، يجب أن تقول إيه مع الفم مفتوح مفتوح لغاية الأذنين. إلي إلي، هذه إي إلى الأسفل إي، وهذه إلى الجانب إيه، الفم يفتح جانبا باتجاه الأذنين، إلي إلي، هنا إلى الأسفل باتجاه الذقن، وهنا باتجاه الأذنين، إلي. حسنا، أظن أن الأمر واضح، وسوف ننهي المقطع هنا إن شاء الله، وسوف أقول لكم إلى الدرس المقبل إن شاء الله، أستودعكم، لا أعلم كيف نقولها بالله، أستودعكم لله التي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء. الآن أخترع كلمات وأخترع جمل من دماغي، سوف أقطع الفيديو قبل أن أقول شيء ما قد يخوفكم. لم أخذ المسكنات. هيا إلى اللقاء في الدرس المقبل إن شاء الله. تشاو تشاو.